دلوقتي اللي هي المادة بتاعتنا اللي هي الساتلايت كوميونيكيشن، ان شاء الله اللي هنبدأها بإذن الله. مادة الساتلايت كوميونيكيشن يعني احدى الابليكيشن اللي بتاخدها على الكورسات بتاعة كوميونيكيشن ثيوري 1 وثيوري 2. يعني انت بعد ما بتاخد ثيوري 1 وثيوري 2 المفروض انك انت بتاخد كورسات تطبيق على الكوميونيكيشن ثيوري 1 وثيوري 2، فمن ضمنها اللي هي الموبايل كوميونيكيشن، ومن ضمنها الساتلايت كوميونيكيشن. خلاص، يعني ده من ضمن هذه الكورسات اللي عندك. معلش يا عبد الرحمن اقفل المايك، عندك في صوت عالي قوي بيغروش جامد، لا يعني لما تبقى عايز تسأل افتحه. ففي عندك اللي هي تمام. الساتلايت كوميونيكيشن احد الابليكيشن على الكوميونيكيشن ثيوري 1 وثيوري 2، يعني لازم تاخد ثيوري 1 وثيوري 2، بعد كده بتاخد الموبايل كان ترم اول، والساتلايت ايه المفروض انه يبقى في الترم الثاني، بس انت ايه عشان الماده دي مش منتظم فيها فايه فنزلت لك في الترم الايه الاولاني، يعني هو ده كان السيكونس اللي عندنا. الماده بتعتمد على ايه؟ فهمك للكوميونيكيشن بشكل عام، هو اسمه ساتلايت كوميونيكيشن، ان انا عايز اكوميونيكيت مع مين؟ مع الساتلايت. الساتلايت اللي هو مين؟ القمر الصناعي. والفكره الرئيسيه ان انا عايز ابعت الداتا بتاعتي لمسافات بعيده، يعني بدل ما ببعت الداتا بتاعتي لمسافه قريبه شويه، لا بعيده قوي. فالساتلايت ده عامل مساعد، قمر في الجو بعيد، المفروض ان انا عندي زي انتنه بتبعت للساتلايت ده، والساتلايت ده يبعت للانتنه الناحيه التانيه بتاعت اللي بتمثل الريسيفر، فيقدر ان هو بيلينك ما بين مكانين بعاد قوي على سطح الكره الارضيه. يعني دي الفكره بتاعت معنى الساتلايت كوميونيكيشن، ان هو يتم انك تضع زي قمر صناعي، القمر الصناعي ده بتحطه في مكان معين على ارتفاع معين بقوانين معينة خارج نطاق الجاذبية عشان طبعا ما يقعش على سطح الأرض، تقدر انك تبعت من انتنة للساتلايت والساتلايت يبعت للايه؟ للانتنة التانية. ده يعني بفكرة بسيطة قوي عن هذا الموضوع. طيب التكست بوك اللي احنا شغالين منه او الريفرنس اللي احنا شغالين منه هو كتاب ساتلايت كوميونيكيشنز فورس اديشنز للاوثر دينيس رودي، يعني دينيس رودي هو المؤلف. هناخد اول حاجه اوفر فيو كده، لمحه عن الساتلايت سيستمز، انظمه الساتلايت. انترودكشن، مقدمه في الاول. استخدام الساتلايتس الاقمار الصناعيه في الكوميونيكيشن سيستم، طبعا فاكت مهم قوي في حياتنا اليوميه. دلوقتي انت زي ما انت عارف ان اغلبيه البيوت ميني هومز بتبقى فيها زي ديش، يعني بتتوصل مثلا القنوات بالايه بالقنوات الفضائيه. طب هتتصل ازاي بالقنوات الفضائيه دي؟ عن طريق مثلا ايه الديش، بيبقى فيه طبق كده بتبقى محطوط عندك في الاتجاه الغربي، وبيبقى متوصل بالريسيفر عندك في البيت، والريسيفر ده متوصل بجهاز التلفزيون، فتقدر من خلاله انك انت تشاهد القنوات اللي موجودة في المحطات الفضائية. يعني ده مثال على ابليكيشن على الساتلايت، الساتلايت بيستخدم فيه، فبيعتبر جزء مهم جدا في التليكوميونيكيشن سيستم. طبعا بيكاري لارج اماونت اوف داتا، يعني بيشيل كمية كبيرة جدا من المعلومات اند تليفون ترافيك، وبالاضافة الى اشارات التلفزيون، يعني كل دوت بيعتبر داخل اطار مين؟ الساتلايت. طيب لو في حاجه واقفه معاك ايه استوقفني. يعني بيقولك برضك ان الاقمار الصناعيه بتقدم مجموعه او عدد من الخصائص اللي هي مع الوسائل المختلفه بتاعه الاتصالات، لان طبعا مساحه كبيره قوي من الكره الارضيه بتبقى الساتلايت شايفه الساتلايت، يعني قمر انت شايفه فوق، فانا لو توصلت بالقمر يعني ترانسميتر بعت للقمر داتا والقمر راح باعت للريسيفر الداتا، فخلاص كده يبقى انت قدرت ان انت تبعته. فالفكره ان الساتلايت ده يعتبر ايه؟ بيعتبر ستار بوينت، كانه هو نقطه
بتمثل ستار انه بيوصل ما بين الترانسميتر والريسيفر. طبعا انت خدت كمبيوتر نتورك عارف ان في حاجه اسمها ستار كونكشن. الستار كونكشنز ان في نقطه هي اللي بتوصل ما بين جهاز لجهاز او ما بين ترانسميتر وايه والريسيفر. فالنقطه دي بتمثلها في صوره الساتلايت. يبقى هنا باختصار قوي ان الساتلايت فورمز ذا ستار بوينت اوف كوميونيكيشنز نت simultaneously يعني مع بعض linking many users يعني بتربط كثير من المستخدمين اللي المفروض ان هم موجودين على سطح الكرة الارضية. يبقى دي الفكرة الرئيسية ان انا بحط زي جهاز الساتلايت دوت القمر الصناعي. القمر الصناعي ده بيبقى شايف الكرة الارضية بيبقى فيه اللي هو الانتنة اللي بتبعت للساتلايت وانتنة تانية بتستقبل من الايه الساتلايت. يبقى فيه ريسيفر وفيه ايه فيه ترانسميتر. طيب برضك الخصائص دي بتمكن الساتلايت تو بروفايد كوميونيكيشن لينكس روابط تو ريموت كوميونيكيشن. بتبقى مثلا في البوبليوتد اريا في المساحات اللي فيها كثافه سكانيه عاليه ان انت بيبقى يصعب انك تستخدم اي وسائل اتصالات اخرى غير الايه الساتلايت. الساتلايت سيجنالز مثلا بتهمل اي عوائق موجوده زي عماير. ليه؟ لانك انت بتبعت لحاجه ايه بعيده قوي عن سطح الارض. فبتكون بتتغلب الساتلايت دي سيجنالز على المشاكل اللي هي بتتمثل في العوائق او الباوندريز اللي موجوده على سطح الارض. يعني مثلا عمارات ارتفاعاتها عاليه فدي ممكن تعوق السيجنال. المشكله دي ما تظهرش معايا وانا بشتغل على الساتلايت لان الساتلايت فوق كل ده يعني حاجه بعيده عن سطح الايه سطح الارض. بيستخدم للريموت سينسينج. طبعا الريموت سينسينج زي ان انت بتديتكت يعني بتستكشف الووتر بوليوشن التلوث بتاع الماء وبتعمل عمليه مونيتورنج يعني بتظهر على الشاشه وتعمل ريبورتنج تقارير للارصاد الجويه. مش انت بيجي مثلا يجي لك الويزر كونديشن يقول لك ان عن طريق القمر الصناعي بيقول لك ان التوقعات للارصاد الجويه ان بكره مثلا الدنيا تمطر مش عارف ايه. الحاجات دي بيتوصلوا ليها ازاي؟ عن طريق الايه الساتلايت. بعض البردك الريموت سينسينج ساتلايت وده بيبقى فيه نوع من انواع الساتلايت اللي مختص بالريموت سينسينج ده بيسمى الريموت سينسينج ساتلايت. فطبعا ده بيمثل فايتال لينك ان سيرش. طبعا في البحث وفي التنقيب في ما بتنقب مثلا في ارض مثلا عن معادن معينه عن بترول عن حاجات كثيره. ممكن ان الساتلايت دوت يساعدني في حاجات زي كده. طيب تعال نشوف بقى بعض التعريفات ديفينيشنز اند تيرمينولوجي. اي اوبجكت عشان يتحط في اوربت يعني هما بقى فكروا الناس بقى فكرت بتوع كوميونيكيشن انا عايز احط جسم في مسار حوالين الارض. فاساسي قال لك درسوا بعملوا دراسات يعني دراسات فلكيه انا دلوقتي عايز احط جسم يكون بعيد على مين؟ عن سطح الارض. خلاص فالمفروض essential for it ان هي يبقى قالك لازم اقل سرعة 7.9 كيلومتر بير سكند. طيب فلأي اوبجكت تاني بقول عشان تحطه في مسار حوالين الارض المفروض اساسي انه ليه اقل سرعة مطلوبة اللي هي 7.9 كيلومتر بير سكند. يعني لازم السرعة يعني تديله سرعة يعني السرعة بتاعته تبقى بهذه السرعة 7.9 كيلومتر بير سكند عشان يخرج بره المجال الجاذبية الأرضي. تمام أقل يعني أقل من هذه السرعة تلاقيه ما إيه ما يخرجش بره المجال. طبعا دي دراسات تمت يعني ده بناء على دراسات. برضو بيقول لك if you want to have mission رؤية للمون أو أكتر or beyond or if you need عشان تبقى محتاج انك انت تروح اعلى من الجرافيتيشنال اتراكشن اوف ايرث قال لك عشان تخرج من مجال الجاذبيه محتاج انك توبتين تحصل على مينيمم سبيد اوف 11 كيلومتر بير سكند عشان توصل للايه للمون للايه
للقمر، القمر اللي هو على بعد حوالي بيبقى على بعد حوالي ايه، ثانية ضوئية. عارف يعني ايه ثانية ضوئية يا عبد الرحمن؟ يعني ايه ثانية ضوئية؟ نعم حضرتك. يعني ايه، يعني ايه ثانية ضوئية؟ ثانية ثانية ضوئية يعني ايه؟ الضوء بيقطع الضوء، يعني في الثانية قد ايه؟ في الثانية. الضوء بيقطع قد ايه في ثانية؟ ايوه. طب هو بيقطع قد ايه في الثانية؟ بيقطع قد ايه؟ 3 × 10^8 متر صحيح، صح في الثانية. صح كده. 3 × 10 أس كام؟ أس 8. يبقى دي المسافة بتاعتي، بتاعت الايه، من سطح الأرض للقمر. مثلا أقول لك ثانية ضوئية يبقى 3 × 10^8 متر بير سكند. طب والشمس يقول لك بتبعد ب 8 دقائق ضوئية. 8 دقائق ضوئية يعني ايه؟ عرفتي ايه؟ برضو هتشوف الضوء بيقطع قد ايه في 8 دقائق. المسافة اللي بيقطعها دي اللي انا عايزها. فانت سيادتك بتضرب ايه، 3 في 10 اس 8 في كام؟ في 8 في 60، عشان تجيب ال 8 دقائق دول. المسافة دي اللي تطلع لك هي دي المسافة ما بين لان مسافات كبيرة، فما يقدرش يتكلم غير بالثانية الضوئية والدقائق، الدقائق الضوئية. لكن لما يجي يقعد يقول كأرقام كبيرة قوي كده بتبقى رخمة. فلذلك اصطلحوا على حكاية الايه، الثانية الضوئية، وطبعا كام ثانية ضوئية وما نحو ذلك. تمام كده. فبيقول لك عشان تخرج، طبعا كل ده عايز دراسات، عشان عايز اخرج بره مجال الجاذبية الأرضية. يعني أنا عايز أخرج بره المجال بتاع الإيه، الجاذبية الأرضية، عايز أخرج منه. فهم بيعملوا دراستهم، قال لك عشان توصل للقمر محتاج سرعة 11 كيلومتر بير سكند، أقل سرعة. مجرد إن أنت خرجت بره مجال الجاذبية الأرضية، ممكن إنك أنت تستمر تو ترافل ات ذا سبيد لحد ما تنتر الجرافيتيشنال. ممكن إنك أنت تأتراك، تبقى أجسام أخرى بره الارض. يعني انت عارف ان في كواكب تانية، المريخ، المشتري، مش عارف ايه، في اجرام كتيره جدا حوالي، يعني مش الكره الارضيه دي هي اللي صالحه للبقاء او لمعيشه الانسان فيها، لكن في كواكب تانية وفي اجسام تانية موجود. فممكن ان هو لما تخرج بره مجال الجاذبيه الارضيه تنجذب لليه، لمكان تاني، او تنجذب الى كوكب اخر. تمام كده. بقى بيقول لك when you are out in space، لما بتبقى بقى في الفضاء مفيش اتموسفير، مفيش ايه، مفيش زي ايه، تنفس. عشان to create any drag effect. drag effect يعني ايه؟ drag يعني سحب، on your space يعني مفيش حاجة تسحبك. خلاص، لما مجرد انت في السبيس تلاقي مفيش ايه، مفيش سحب. طبعا انترناشونال تريت ستيت الالتيتيود بيقول لك ان الارتفاع اكتر من 100 ميلز، اللي هي 160 كيلو متر. يعني انت لو مرتفع عن سطح الارض بحوالي 160 كيلو متر، ده بيعتبر انك انت في السبيس، كانك بتطير بقى. بلو ذيس التيتيود، اقل من هذه الارتفاع، بتحتاج لتصريحات من الدولة نفسها. أغلبية الساتلايت بتتحط أباف 400 كيلو، يعني بتخرج بره الجاذبية الأرضية عشان ما تنجذبش. إحنا قايلين الاستاندرد بتاعنا 160، ف 400 خلاص، 400 دي إيه، أكتر من 160، فأنت بره الإيه، بره الغلاف الإيه الأرضي، فتقدر إنك أنت إيه، إنك أنت ما تنجذبش ناحية الإيه، الأرض. تمام. بيقول لك إن أوردر، عشان تهرب من الايرث اتموسفيرك افكت، لازم تبقى يعني اكتر كمان من 1000 الايرث اتموسفيرك افكتس، التاثيرات كلها بتاعت الغلاف الجوي، بيقول لك تبقى اعلى من حوالي 1000 كيلومتر التيتيود، ارتفاع 1000 كيلومتر. طيب طيب في بعض بقى الديفينيشنز المهمة اللي هي لازم انت تبقى عاملها، تعرفها، الابوجي والبريجي.
الديفينيشنز دي بتقول ايه؟ ابوجي دي يعني الهايست التيتيود، اعلى ارتفاع او نقطة في الاوربت اراوند ذا ايرث، يعني اعلى ارتفاع. هوري لك رسمة توضح لك هذا. اعلى ارتفاع في الاوربت، انت عارف المسار اللي حوالين الارض ده مش مسار ايه دائري، او مش مسار زي كروي، لا بيبقى في صورة اليبس. عارف الاليبس يا عبد الرحمن؟ الدايرة بيبقى ليها ريديوس ثابت. ايوه الاليبس لا، ما يبقاش ايه ريديوس ثابت، يعني بقى الالبس اليبس يعني شكل زي شكل البيضاوي، شكل البيضة كده خلاص. فاعلى التيتيود او ابعد بوي نقطة في المسار حوالين الارض بيسميه الابوجي. البريجي لو اقرب نقطة لمسار الارض، لو انت بتتكلم بدل ما بتتكلم عن ارض بتتكلم عن شمس، يقول لك افيليون افيل افيل افيليو لاين وبريهي لاين. الافيلو لاين والبريهي لاين ده اللي هي بيقول لك ابعد نقطة الافيلو لاين، الافيلو لاين، واقرب نقطة اللي هي البريهي لاين. البريهي لاين اللي هي اقرب نقطة للايه، للشمس. يعني لو بتكلم على شمس، ابعد نقطة عن الشمس اسمه الافيل لاين، انما اقرب نقطة للشمس اسمها البريهي لاين. تعالى كده نشوف شكل يوضح هذا الكلام. اهي بص كده، ادي الشمس اهي، مسار اهو زي الاليبس. ابعد نقطة اللي هي الافيل لاين اللي انت شايفها دي، افيل لاين دي اللي هي ابعد نقطة عن الشمس في المسار اللي هو البيضاوي. اقرب نقطة اسمها البريهيو لاين اللي هي اقرب نقطة للايه، للشمس. رسمها لك بكذا اسقاط، يعني بمسقط تاني اهو كده، الشكل اللي تحت ده دي الصان اللي هي بالاصفر ديت. فابعد نقطة اللي هي اللي افيل لاين، والاقرب نقطة اللي هي بريهيو لاين. تمام، تعالى بقى بص كده، لو انت عندك الايرث اللي هي الارض، ابعد نقطة اللي هي الابوجي، اقرب نقطة اللي هي البريجي، بيسميها كده لان هو مسار ايه، مسار بيضاوي. فدي مصطلحات مهمة انك تبقى عارفها. لو انت عندك القمر الصناعي ماشي في ابعد نقطة، الساتلايت وقف هنا، نقول لك ده في الحتة بتاعت الابوجي. لو في اقرب نقطة للايرث اللي هي البريجي. تمام كده يا عبد الرحمن؟ طيب دي برضك بتتسأل فيها. يعني انواع الساتلايت، انواع الاقمار الصناعي، في عندك ويذر ساتلايتس، في كوميونيكيشنز ساتلايتس، ابسورفجن ساتلايتس. خلاص، ويذر ساتلايتس الخاص بالايه، بالارصاد الجويه، كوميونيكيشن ساتلايتس خاص بالاتصالات، اوبسرفيشن ساتلايتس خاص انك انت بالابحاث والتنقيب وما نحو ذلك، نافيجيشن او جي بي اس خاص باللوكيشن، انك تعرف اللوكيشن بتاع شخص باستخدام مثلا زي الجي بي اس، بيسمى جي بي اس ساتلايت. ميليتري ساتلايتس اللي هو الخاص بالايه، الساتلايت الحاجات العسكريه، الحروب وما نحو ذلك. في نانو ساتلايتس ومايكرو ساتلايتس اللي هي ساتلايتس اللي تعتبر صغيره شويه، والريموت سينسينج زي ما ذكرنا قبل كده، اللي بتستخدم مثلا في الووتر بوبوليوشنز، بتستخدم في البحث في التنقيب عن معادن معينه في الارض او ما نحو ذلك. دي الانواع المختلفه من الساتلايت كابليكيشنز، كتطبيقات للساتلايت. تمام كده. طيب هنقول ان الوضع اللي بيبقى فيه الاوربت اللي حوالين الايرث، انا بحطه في مسار معين، الساتلايت بحطه في مسار، يا اما احطه قريب من سطح الارض، يا اما المسار يبقى بعيد عن سطح الارض، يا اما متوسط، لا بعيد قوي ولا قريب قوي. تمام، فقسموها العلماء لنوع اسمه الليو اللي هو لو ايرث اوربت. لو ايرث اوربت من اسمه يعني ايه؟ يعني مسار قريب من سطح الارض. فلو قريب بيقول لك من 160 كيلو ل 500 كيلو، واحنا قلنا ان 160 كيلو او اكثر بتبقى خرجت من ايه، من مجال الجاذبية، انك انت ما يقدرش يحصل لك دراج افكت، دراج اند دروب. الدراج يعني ايه؟ دراج يعني انك تتسحب، جاي من كلمه دراج اند دروب، دراج تسحب وتحط، عارف دراج اند دروب؟ فما فيش دراج افكت، دراج يعني ما تتسحبش، ما يقدرش يسحبك. خلاص، يبقى انت طالما في اللو ايرث اوربت او في اي اوربت
عن سطح الارض، سواء الليو او الميدل ايرث اوربت او الهاي ايرث اوربت، انت ما فيش افكت. بس كل ما تكون قريب ممكن يحصل مشاكل، ان يحصل بعض الجذب، مش زي ما تكون بعيد قوي. يعني كل ما بتبعد كل ما بيكون احسن للدراج افكتس، بتكون تاثيرها اقوى. فهنا الدراج افكتس ويل اولويز هندر اوبريشنز، يعني بيحصل لها هندر اوبريشنز، يعني معوقات او صعوبات لانك انت قريب شويه من سطح الارض. اكزامبل الاي اس اس منظمه از ان ليو، بتعتبر او مسار في الليو اوربت اللي هو لو ايرث اوربت، من اراوند من 386 كيلو ل 460 كيلو. ات نيدز اتس اوربت، طبعا هو بتحتاج الاوربت بتاعتها انك انت بتعمل اعاده ضبط عن طريق سفن الفضاء. كل 6 شهور ممكن يحصل مشكله، وان ممكن لو المسار دوت هي يعني مسار انت عامله او حاطط الساتلايت بتاعك في اللو ايرث اوربت، ممكن بعد 6 شهور تلاقيه وقع. يعني الساتلايت ده يقع، يحصل له مشكله. دي من ضمن المشاكل في اللو ايرث اوربت. وبرضو طبعا الساتلايت في الليو ليها سرعة عالية جدا، يعني السرعة بتاعت الساتلايت بتبقى حوالي 18,000 ميلز بير اور. طب تفتكر دي ميزة ولا عيب يا عبد الرحمن؟ يعني لما تكون السرعة بتاعتنا 18,000 ميلز بير اور، دي تعتبر ميزة ولا عيب؟ ها؟ تعرف تقول لي؟ سرعة عالية يعني؟ اه، يعني لو سرعة الساتلايت في المسار بتاعه عالية، ده يعتبر ميزة ولا عيب؟ عيب حضرتك. ليه؟ ليه بيعتبر عيب ان السرعة تبقى عالية؟ نعم، ليه بيعتبر ده عيب؟ عشان لو هو مثلا كوميونيكيشن مش هلحق يعني استفاد منه قدر كبير. ايوه، يعني لما بيجي داتا معينة عايز ياخدها، او عايز زي ما تكون ان هو يعمل لها ايه، الداتا دي مثلا عايز يحتفظ بيها او ياخد داتا وهو ماشي على في المسار بتاعه، سرعة عالية فما بتخليهوش يقدر ان هو ايه ياخد داتا كتير، لان هو السرعة بتاعت الساتلايت في المسار سريعة جدا. فدي ممكن من ضمن المشاكل، ولازم يبقى السرعة ايه عالية. وهندرس العلاقة ما بين السرعة ومسافة اللي هي بتاعت الاوربت دي لسه بعد كده لما ندرس النظريات المختلفة. طيب تعال نشوف برضو، معلش، في اللو ايرث اوربت، ما زلنا في الكلام عن اللو ايرث اوربت. بيقول لك از يوزد فور سي، طب بيستخدم في ايه؟ بيستخدم للاشياء ذات وي وانت تو فيزيت، انك انت بتعمل زي زياره بالسبيس بتاعك بسفينه الفضاء، لايك ذا هابل سبيس، التلسكوب، اند ذا انترناشونال سبيس ستيشنز، المحطه الدوليه للفضاء، عمليه التلسكوب انك انت بتيجي مثلا بتشوف زي رؤيه الهلال، رؤيه القمر، الحاجات دي، فبتستخدم فيها اللو ايرث ايه اوربت. طبعا هي تعتبر تقليدية انك انت تعمل انستولينج نيو انسترومنت، انك انت تسجل او تعمل انستولينج، انك انت تنزل نيو انسترومنت فيكسينج سينج ذات ار بروكن اند. طبعا هنا من المتوقع ان يحصل دامجينج، اضرار في الاجهزة اللي محطوطة في هذا الاوربت. هي تعتبر واي عشان تعمل زي تجارب بس، وترجع فورا للايه المسار بتاعك او ترجع لسطح الارض. ليه؟ لانها بتاخد طبعا سرعه عاليه، فبت ايه بتلاقي ان المسار بيخلص بسرعه، فهي مجرد انك انت بتستخدم لعمل التجارب، دو اكسبيرمنتس اند ريتير ان ا ريلاتيفلي شورت تايم، وبترجع في ايه في زمن قصير قوي. طبعا بيكتب لك العيوب بقى بتاعت اللو اير سوربت. اول عيب واخطر عيب، وده بتتسأل فيه، يعني لو ايرث اوربت من ضمن العيوب ايه هي العيوب بتاعته؟ ان هو ليه سام اتموسفيريك دراج، يعني بيبقى فيه بعض السحب، يعني ممكن اتسحب، يعني ممكن تتسحب للارض. الاماونت اوف طبعا على الرغم من ان الاماونت بتاع الاتموسفير از فار تو ليتل تو بريث، انك انت تتنفس بيبقى صعب في ضيق في التنفس،
بيبقى enough، بس هو بيكون enough to place a small amount of drag on the satellite or other object. ممكن يحصل بعد زمن معين ان الاوبجكتس اللي موجوده في اللو ايرث اوربت يحصل لها بطء شويه، وبعدين يحصل لها ديكاينج، وان هي تفقد الالتزام بتاعها، وان هي تكتسى يعني الارض تجذبها، فتفقد الايه الخاصيه بتاعتها انها موجوده على بعد معين من سطح الارض. تاني ديس ادفانتجز ان هي الساتلايت لما بيبقى سريع زي ما انت لسه قايل ان الساتلايت بيترافل 18000 ميلز بالاور اور فاستر، فما بيسبندش فيري لونج اوفر اني، ما فيش ما بيبقاش موجود بشكل طويل على بارت من الارث، على جزء معين من الارث عشان ياخد داتا او معلومات، زي واحد ضيف دخل في مكان معين قعد فيه فترة قليلة، فالمعلومات اللي بيكتسبها قليلة. فهو نفس الشيء لان هو سريع جدا، فما بيكتسبش او ما بياخدش داتا كتير من الاجزاء المختلفة اللي على سطح الارض. فدي اللي تعتبر العيوب اللي موجودة في اللو ايرث اوربت. تاني نوع اللي هو الميدل ايرث اوربت، اللي هو في النص بقى، في المنتصف يعني ابعد شويه من اللو، الميدل ايرث اوربت سبيشال اوربت، بيوند يعني اعلى من اللو ايرث اوربت. طب من كام لكام؟ من 500 كيلو ل 1000 كيلو. هاويفر ات واز ديفايند اس هاي از 10000، ممكن انها تصل الى ال 10000 كيلو، يعني هي ابعد من اللو ايرث اوربت اللي هو مساره قريب شويه من سطح الارض. الهيو اتش من اسمه بقى الهاي، الاوربت اباف ال 1000 كيلو، فبتمتد ال 40000 كيلو، بيسمى الهيو او الهاي ايرث اوربت. الهاي ايرث اوربت من مزال خطيره الدراج افكت، اللي هي الدراج، السحب مش موجود، مفيش سحب خالص، خلاص انت بعدت خالص عن سطح الارض، فبالتالي مفيش سحب. يبقى هنا الهيو بنعتبره مور ستيبل اوربت، اكثر استقرار، لان مفيش سحب، انت اللي خليك مش مستقر ان في سحب. فري فروم اتموسفيريك افكتس، مفيش حاجه، الغلاف الجوي مش موجود معايا، مفيش اتموسفير خالص. لكن هي مشكلتها الخطيره، يعني انا لو قلت لك ايه المشاكل وايه المزايا وايه العيوب بتاع الهيو، المزايا انه ستيبل، مستقر، مفيش ايه فري فروم اتموسفيريك افكت، لكن العيوب انه بيحتاج انرجي كبيره قوي عشان تحط الساتلايت بتاعك في الهيو، انت عايز تجذبه في مكان بعيد جدا، فبيحتاج انرجي عاليه جدا عشان يتحط في هذا المسار. فدي من ضمن العيوب بتاعت الايه الهيو. يبقى في احنا مقسمين بقى ثلاث تقسيمات، الليو اللي هو اللو ايرث اوربت، الميو اللي هو الميدل ايرث اوربت، الهيو اللي هو الهاي ايرث اوربت. اهو رسمة كده توضيحية بتوضح لك اللي هي الثلاث مسارات اللي ممكن احط فيهم الساتلايت، فعندي اللو ايرث اوربت، وعندي الميدل ايرث اوربت، وعندي الهاي ايرث اوربت. تمام. طيب في حاجة تانية عايز اعرفك بيها، هي البيريود اوف ساتلايت، الزمن الدوري بتاع الساتلايت. يعني في يجي يقول لك البيريود بتاع الساتلايت 3 ساعات او ساعة ونص، تفهم من كلمة بيريود ايه؟ ايه تعريف البيريود اوف ساتلايت؟ الزمن الدوري، الزمن اللي بياخده الاوبجكت اللي بيلف او الساتلايت عشان يعمل دورة كاملة، يعني بدأ من نقطة انتهى على نفس النقطة، خد وقت قد ايه؟ الزمن اللي خده ده اسمه البيريود. يبقى تعريفها زي ما مكتوب قدامي، هي التايم تيكن باي ساتلايت، يعني التايم اللي بيؤخذ عن طريق الساتلايت عشان ينفذ وان كومبليت اوربت، بيسمى البيريود، وبياخد سيمبل سيمبل لي سيمبل الرمز بتاعه تاو. فلما بقول لك ان البيريود 3 ساعات، يبقى بيعمل دوره كامله في 3 ساعات. في الليو مثلا يقول لك الدوره ساعه ونص، انت متوقع الدوره بتاعت الليو تبقى قليله لانه سريع، فساعه ونص يعني يعمل دوره كامله في حوالي ساعه ونص. يبقى معنى البيريود هو الدورة الكاملة، زمن الدورة قد ايه الكاملة اللي بينفذها الساتلايت او اللي هو بياخدها، بيبدأ من نقطة ينتهي عند نفس النقطة في المسار، خد وقت قد ايه، الزمن اللي خده ده اسمه البيريود اوف ساتلايت. يبقى ده مهم جدا، والرمز بتاعه تاو. برضو في انواع اخرى بدل ما بيقسموا الساتلايت الى
الليو والمايو والهيو، في حاجة اسمها الاوربت، المسارات اللي هي بيتحط فيها الساتلايت، في حاجة اسمها مثلا تايبس تانية، تصنيفات اخرى، منها اللي هي جيوستيشنري اوربت. يعني ايه جيوستيشنري اوربت؟ لما الساتلايت او السبيس كرافت اللي هي سفينة الفضاء از ستيشنري، ثابتة في مكان معين بالنسبة للأرض. يعني لو كان المسار زي دايرة، يعني مسار دائري حوالين الأرض، إنك أنت بعد ثابت عن الأرض، يسمى هذا المسار جيوستيشنري أوربت. يبقى الجيوستيشنري أوربت لما يكون الساتلايت أو السبيس كرافت الأوبجكت الموجود حوالين الأرض ستيشنري، يعني على بعد ثابت في سنجل بوزيشن ريليتيف تو ذا ايرث، بنسمي هذا المسار جيوستيشنري اوربت. خلاص. البولر، ايه البولر اوربت؟ الاوربت بحيث السبيس كرافت او الساتلايت، سواء السبيس كرافت سفينه الفضاء او الساتلايت القمر الصناعي، بيعبر الاوربت في لونجيتيودينال فيشن، يعني بيبقى في شكل كده زي طولي. خلاص. يعني مسار طولي. ففي البولر اوربت ممكن ان هو يكون على شكل دايره، المهم ان هو يبقى شكل ايه؟ في لونجيتيودونال. خلاص. انت عارف في ايه؟ خطوط عرض وخطوط طول، ماشي مع خطوط الطول يسمى بولار اوربت. طب للهايلي اليباتيكال اوربت، اخر واحد اللي بنقول عليه التايبز ده، لما الساتلايت باصص ايرث كويكلي بسرعه وبيبقى اواي فروم ذا ايرث فيكسد ان ديستانس لوكيشنز، يعني لما بيكون بعيد قوي عن سطح الارض بيكون سرعته تقريبا فيكسد ثابته، لكن بيكون سريع قوي لما بيكون قريب من الارض، فده بيقوله هايلي اليباتيكال اوربت، على شكل بيضاوي باتساع كبير قوي. تمام. فبيسمى ده الهايلي اليباتيكال اوربت. نتكلم بالتفصيل. الجيوستيشنري اوربت قلنا اللي هو الساتلايت بيكون على مسار ثابت او على بعد ثابت من سطح الارض، فممكن ابروكسيميتلي المسافه دي تكون 22000 ميلز اللي هي 36000 كيلو متر على بعد من سطح الارض عشان يبقى في الجيوستيشنري اوربت، يتقال عليه جيو. الجيوستيشنري اوربت الساتلايت ويل بي بيبقى على خط الاستواء وبياخد 24 ساعه، البيريود بتاعته 24 ساعه، يعني المسار كله من بدايته لنهايته، من بدايه النقطه اللي النقطه بيوصل للنقطه اللي بدأ منها بياخد وقت 24 ساعه، وبيبقى على خط الاستواء، خط النص كده، خط منتصف الكره الارضيه، بيبقى ده المسار بتاع الجيوستيشنري اوربت. تمام كده. زي ما انت شايف اللي بنقول تاني ان الجيو ان الساتلايت بيبقى فيه على ماشي مع المسار بتاع خط الاستواء وبيبقى ستيشنري على بعد ثابت من سطح الارض وبياخد بيريود حوالي 24 ساعة. طيب في حاجة اسمها جيو سينكرونايز اوربت، خلي بالك بقى من الاسم ده، جيو سينكرونايز. الجيو سينكرونايز زي الجيوستيشنري ان هو بياخد البيريود بتاعه في 24 ساعه، بس مش لازم يبقى ايه اكزاكتلي اباف ذا ايكواتور، مش لازم يبقى على بعد ثابت من سطح الارض. يعني لو في مسار خد 24 ساعه البيريود بتاعه، خد 24 ساعه عشان يكمل دوره كامله، هنسميه ده ايه؟ جيو سينكرونايز. لو كان على بعد ثابت يبقى جيو ستيشنري، مش على بعد ثابت يبقى جيو سينكرونايز. جيو سينكرونايز يعني بياخد دوره مدتها 24 ساعه، اللي هي يوم، يعني تقريبا يوم هيبقى ال 24 ساعه. هنحدد لك ان ال 24 ساعه دي مش يوم بالظبط، اليوم ما يعتبرش 24 ساعه على فكره، هتعرفها خلال الكورس انها مش عارف 23 ساعه ومش عارف كام دقيقه، 56 دقيقه ومش عارف كام ثانيه، بس بيقربوها ل 24 ساعة، عشان كده بتبقى الحسابات الفلكية مش دقيقة قوي من الموضوع ده، زي ما هنشوف يعني تعريف اليوم ايه هو، الحاجات دي كلها هتدرسها في خلال الكورس بتاع الساتلايت. طيب بعد كده بيقول لك يعني زي مقارنة كده ما بين جيو سينكرونايز وجيو ستيشنري اوربت. طبعا انت لما بتيجي تعمل تضع الساتلايت it has infinite time over one spot on the earth،
طبعا ممكن ان كونستانتلي مونيتور ذا ويذر ان وان لوكيشن، تقدر انك انت تشوف الويذر اللي هو الجو الارصاد الجويه بتاعتك، بتبروفايد ريلايبل تيلي كوميونيكيشن سيرفيسز، الخدمات الخاصه بالكوميونيكيشن، البيم تلفزيون سيجنالز دايركتلي تو يور هاوس، دي استخدامات للجيو سينكرونايز والجيو ستيشنري اوربت. برضك بيقول لك الداون سايد بتاع الجيو سينكرونايز اوربت بتكون مور اكسبنسيف، غاليه جدا، ان انت تحط سامثينج ذات هاي اب اند نوت بوسيبل تو ريبير ات فروم شاتل، انك انت برضو بيبقى في صعوبه في الصيانه شويه. يو كان اونلي بوت سامثينج ان جيو سينكرونايز اوربت لو انت عايز سيم لوكيشن في السكاي اول ذا تايم، يعني بتبقى عايز ايه مواضع محددة same locations، نفس المواضع في السكاي في نفس الوقت، لأنها على بعد ثابت، انت على بعد ثابت من سطح الايه، من سطح الارض. البولار اوربت برضو احنا قلنا عليه اللي هو الطولي، زي ما انت شايف الشكل اللي قدامك ده على اليمين موضح لك ان الايه المسار بشكل طولي. الاوربت هاف ان انكلينيشنز، انكلينيشن يعني زاوية ميل 90 ديجري عن الهوريزونتال بتاع سطح الارض، يعني بنقول الاكواتور اللي هو انت عارف خط الاستواء بيبقى زي بيكون افقي، انت مايل عنه 90 درجة لانك فيرتيكال. فانت الانكلينيشنز هقول تعريف للانكلينيشن انجل اللي هي الزاوية اللي بتبقى بالنسبة للهوريزونتال بلين بالنسبة للمستوى الافقي. فهنا لما يكون بولار اوربت بتكون زاوية 90، دي بتسمح للساتلايت القمر الصناعي ان هو يشوف كل جزء في الايرث از ايرث روتيت، وبتاخد ابروكسيميتلي طبعا هي بتاخد تقريبا 90 دقيقة عشان الساتلايت يكمبليت وان اوربت عشان يعمل دورة كاملة. اهو تعال بص كده شكل كده 3 دايمنشن موضح البولار والجيوستيشنري. الجيوستيشنري بعد ثابت من سطح الارض، البولار راسي زي ما انت شايف يعني عمودي على الهوريزونتال بلين بالشكل اللي قدامك ده، عمودي على الجيوستيشنري لان الجيوستيشنري يعتبر موازي لخط الاستواء، البولار عمودي عليه، بلين عمودي عليه، تمام. ده البولار اوربت، فباين قوي شكل البولار اوربت والجيوستيشنري اوربت. في بقى الهيليو سينكرونايز اوربت، دي مهمة قوي. هذه مسارات اسمها الهيليو الاوربتس اللاو اساتلايت، بيسمح للساتلايت ان هو يمر اوفر ا سيكشن اوف ذا ايرث ات ذا سيم تايم اوف ذا داي. زي ما احنا شايفين تاني ان الهيليو سينكرونايز اوربت، هذا الاوربت بيسمح للساتلايت ان هو يباص اوفر ا سيكشن اوف ذا ايرث، قطعة معينة من الايرث at the same time of day، على تايم معين من اليوم. انت عندك 365 يوم في السنة، وعندك عدد الديجري بتاعت الدايرة 360 ديجري. طب ايه رأيك لو احنا الساتلايت has to shift its orbit by approximately 1 degree، يعني بيحصل 1 degree خلاص في كل يوم، يعني يمشي ديجري واحد، يبقى هيمشي 360 ديجري عشان يعمل الدورة الكاملة خلاص. فبالتالي ان هو ده بيسمى الهيليو سينكرونايز اوربت، ان زي السنة الشمسية او كذا. دي بيقول لك ان الساتلايت عشان يحقق دي لازم يبقى على ارتفاع ما بين 700 ل 800 كيلو. هذه الاوربتس، هذه المسارات بتستخدم في الساتلايت اللي هي بتحتاج لكمية ثابتة من أشعة الشمس، ليها استخدام بتبقى كمية ثابتة محتاجينها من أشعة الشمس، لأن دي زي السنة الشمسية اللي هي 365 يوم. فهو بيخلي ديجري واحد بيمشي ديجري في اليوم، فبالتالي عشان يكمل الدورة بتاعته كلها، عشان يكمل الدائرة، يبقى محتاج 360 ديجري كأنه خاتم في سنة، تمام. ده اللي بيحتاجه ايه، بيحتاج كمية ثابتة من أشعة الشمس اللي هو الهيليو سينكرونايز اوربت. وساعات نسأل عليك انك تشرح لنا هذا الاوربت، يعني لازم برضو ده مهم
من الاوربتس المهمه انك تبقى عارفها. الهايلي اليباتيكال احنا قلنا عليها اهي، بتبقى شك بص شايف الايه الارض اهي، وفي جزء قريب قوي من الارض في المسار وجزء بعيد قوي قوي من الارض، واحد قريب قوي وواحد بعيد قوي زي ما انت شايف المسار على اليمين. ان اوبجكت بيقول لك ان ان اوربت ابوت، طبعا اللي قريب من الارض بيموف بسرعه عاليه جدا، اللي بعيد عن الارض بيبقى سرعته بطيئه. وهناخد العلاقه دي يعني يمكن المحاضره الجايه او اللي بعدها، اعتقد اللي بعدها ممكن ناخد العلاقات دي في صوره ايكويشنز، هناخد الايكويشنز لما ناخد كيبلر ايكويشنز الخاصه بالمسار بتاع حوالين مسار الساتلايت حوالين الارض. فبيقول لك لو الاوربت از فيري اليباتيكال الساتلايت، طبعا هو شكله فيري اليباتيكال يعني زي ما انت شايف الارض في جزء قريب قوي من الارض وجزء بعيد قوي قوي عن الارض، ده معنى كلمه هايلي اليباتيكال. الساتلايت بيسبند بياخد وقت قوي اوف اتس تايم نير الابوجي اللي احنا شرحناها قوي، اللي هي اللي هو ابعد نقطه من الارض، وير ات موفز فيري سلولي. طالما هو بعيد قوي عن الارض بيموف بسرعه بطيئه، قريب قوي من الارض بيموف بيتحرك بسرعه عاليه جدا. طبعا هنا بس رسم لك الفيريا مختلف الساتلايت اوربتس انواع المختلفه، اعملها لك في 3 دايمنشن كانه تصوير لل 3 دايمنشن، تمام خلاص. يبقى هو كده عامل لك ايه رسومات ايه مختلفه لي. بيقول لك هنا برضو من الانواع جي بي ساتلايت كفرج، الجي بي اس، انا اسف، الجي بي اس يعني بيحدد اللوكيشنز، كانك بتحط الساتلايت واحد خاص بالاكس اكسس الدايمنشن اكس والدايمنشن واي والدايمنشن زد، بحيث انك تعرف المكان او الموضع المعين بتاع اي اوبجكت على سطح الارض، فهي رسمها لك بهذا الشكل. الترانسفير اوربتس، طيب سفير اوربتس يعني نوع من انواع الاوربت بتستخدم عشان تنقل الساتلايت من اوربت لاخر، يبقى نوع من المسارات عشان ينقل الساتلايت، يعني انا الساتلايت في مسار يخليه في مسار تاني، فده بيسموه ترانسفير اوربت. او زي ما شايف في الشكل اللي عندك اهي، نقل اهو ده مثلا زي في اوربت معين نقله الايه لاوربت تاني لمسار تاني، زي مثلا من لو ايرث اوربت نقلوا للال جي ستيشنري ايه اوربت، فده بيسمى الترانسفير اوربت. الانجل اوف انكلينيشنز اللي انا اللي كنت لسه ذاكرها لك البولر، قلت لك ان هي على زاويه انكلينيشن 90، فهي بتقاس من الاكواتوريال بلين، من خط من المستوى بتاعت خط الاستواء زي ما موجود قدامك كده في الشكل والتعريف. الانجل اوف انكلينيشن الانجل ذات ذا ساتلايت ميك اجينست ذا ايرث اكسس، لو بصينا للايرث اكسس اهي في زاويه كده معايا، هي دي اسمها الانجل اوف انكلينيشن، زاويه الايه الميل بتاعتي اللي هي عن المستوى بتاع الهوريزونتال. يعني هكتفي بهذا القدر من المحاضره عشان ما اديكش، طيب انا هكتفي بالقدر ده يا عبد الرحمن، يعني هقف هندي المره الجايه بدايه من الفريكوانسي اللوكيشنز فور ساتلايت سيرفيسز، بحيث ان احنا ايه عشان ما نديكش كميه ايه، يعني احنا كده خدنا كميه كويسه تمام. طيب فكده بتنتهي مع بعض المحاضره وشكرا.